وبأولى فقراتنا رح نروح لنسلط الضوء على مفهوم التواصل. كلنا بنعرف هايدي انه نحن بشر ودائما عندنا الصفة الاجتماعية موجودة بحياتنا، إن كان من نشأتنا الأولى بين العائلة بين المجتمع بين زملائنا، وأيضا مفهوم التواصل هو اللغة بيننا وبين كل المجتمع يلي حوالينا. اليوم رح نحكي عن أهمية التواصل وكيف نحن قادرين اليوم نمتلك أدواته بشكل الصح ونقدر نستخدمها بالمكان الصح. اليوم نحن بدون لغة التواصل أكيد نحن ما لنا قدرانين نكون بهذا المجتمع عم نأدي واجباتنا بشكل صح. صحيح يا رشا، مهارة التواصل هي مهارة شخصية بيحتاجها كل شخص لحتى يعبر عن آرائه وأفكاره ووجهات نظره أو مشاعره بالطريقة المناسبة والصحيحة. ممكن رشا تكون هي المهارة فطرية أو ممكن تكتسب من خلال البيئة المحيطة اللي نحن عايشين فيها. أكيد. ممكن كمان فينا نقول إنه التواصل الفعال بيفرق عن التواصل العادي اليومي اللي نحن بنتواصله، من خلاله ممكن نوصل أثر إيجابي بالحياة. أكيد هايدي، اليوم رح نحكي عن هذا المفهوم. اليوم نحن حتى هدول القصص بدون تدريب، يعني بنشوف مفهوم التدريب هو لحاله لغة. يعني نحن اليوم كل ما تدربنا على نقدر نفهم الأشخاص اللي حوالينا، نقدر نحن نعرف اللغة اللي نحن قادرين إنه نتفاهم فيها. في كمان تواصل لفظي وغير لفظي، إن كان بالإيماءات، إن كان بالصور، إن كان بالكلام وغيره. أكيد اليوم ضيفتنا صحيح رح تعرفنا عليهم أكثر، ضيفتنا الدكتورة بالإرشاد التربوي مريم حاج عثمان. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا. بونجور، كيفك؟ بونجوريني. هلا تمام. هلا اليوم انت ملكه التواصل كما بيقولوا. يعني بشوفك على الفيسبوك، الكورسات اللي بتساويها، محتاجين هالمهاره اكيد. قد ايه اليوم نحن بحاجه لهي المهاره بحياتنا لنقدر نكون بالمكان الصح ونقدر نستخدمها بالوقت الصح؟ هلا هي مهاره التواصل هي مهاره بتحسن انا اتدرب عليها ومين ما كان يتدرب عليها، ولكن ممكن تكون ملكه عند ناس جايتهم فطريا وفي ناس تحسن تتدرب عليها. خلينا نقول شو هي التواصل. خلينا نحكي عن المفهوم بشكل عام. تمام. التواصل هو بحاجه، يعني الانسان مهما كان عمره هو بحاجه لتواصل، ان كان ببال صغير لحد قد اكبر عمر ممكن نحن نصادفه بحياتنا. فهي نقل معلومات، تواصل فعال خلينا نقول، هو نقل معلومات، نقل اراء، نقل افكار، حتى مشاعر من فرد او عده افراد الى فرد او عده افراد. خليني اقول لك كمان انه هو التواصل الجيد او الفعال هو نسبه 85% من نجاحنا بالحياه. يعني انا ممكن الشهادات اللي حصلت عليها ان كان ماجستير ولا دكتوراه ولا وصلت لاي مرتبه من العلم او من المهنه فهي 15% من نسبه نجاحي، ولكن نسبه النجاح الاكبر هي 85%. يعني انا عندي معلومات كثيره ولكن ما لي قدر اوصلها. انا انسان خلوق، انا انسان محب، انا انسان جيد، ولكن ما لي قدران وصل هذا الشيء اللي عندي اياه للاخر. فنسبه نجاحنا كاشخاص بالحياه هي 85% مع التواصل الفعال. هي وهو كمان وظيفه، او خليني اقول هو حاجه اجتماعيه. الانسان مجبول على طبيعته فطرته الاجتماعي، هو اجتماعي بالفطره، هو متعلم بالفطره، والاجتماعي هو متعلم بحاجه الى تواصل جيد. اللي قلتي انت مثلا نحن عندنا مدربين، كيف بدنا نوصل معلومه للاشخاص مهما كانت شرائحهم، مهما كانت افكارهم، مشاعرهم، بيئاتهم، ديانتهم، عقائدهم، لحتى توصل له نفس المعلومه وياخذها ويتقبلها منك. فانت بحاجه لادوات تقدري توصلي لاكبر شريحه ممكنه من هدول الاشخاص. طيب كنا عم نحكي بالمقدمه انه في انواع للتواصل، ان كان لفظي او غير لفظي، تخبرينا عنهم اكثر. هلا لفظي وغير لفظي هو انواع من التواصل. طبعا انا عندي كتابي حتى، يعني عندي لفظي وغير لفظي وعندي كتابي. دائما بنقول الكلام مو هو التواصل، يعني انا هلا عم بحكي كلام، نعم هو عم بتواصل مع حضرتك بالكلام. احيانا النظره بتكون تماما تواصل. انا ممكن بنظره لك رساله من خلال نظرتي، اعطيكي موضوع ينكتب فيه 1000 صفحه بنظره، ممكن باشاره واحده، ممكن بحركه نظراتك شوي. تماما. فالفكره اني انا هون ملعبي، هون وظف المهاره اللي انا عم بتدرب عليها. طبعا برجع بقول هي مهارة الكل قادر يمتلكها، ولكن تحتاج كل مهارة لتدريب. فأنا عم بتدرب عليها بقدر وصل الشيء اللي بدي اياه بطريقة لائقة مقبولة، بطريقة جيدة، بطريقة يعني تصيب لب الشيء اللي أنا بدي اياه. دائما أنا بدي وصل معلومة، أنا بدي وصل لك أقرب ما يمكن من معلومة بتفكيرك، بآرائك، بمشاعرك حتى. لازم أنا وصل لك يا هون بما يتقارب مع بيئتي ومشاعري و و و فهي الفكرة أني أنا عم بعطيكي انا خلينا نقول انواع التواصل، انه لفظي انا بالكلام، بس الكلام ما بياخذ كثير حيز على فكره، بياخذ حيز 7% ل 8%،
يعني انا فيني اقول لك نفس الكلمه ولكن بمشاعر مختلفه او برسائل مختلفه. يعني على سبيل المثال اذا انا قلت لك هلا صباح الخير وشي تماما رياكشنات وشي مزبوطه مع حركات جسدي مزبوطه متوافقه مع تون صوتي، فوصلت الرسالة إني أنا عم بقول لك صباح الخير، فعلا صباحي فيه خير. يعني لغة الجسد هون مهمة تماما. هلا هي 7 لـ 8% كلام، عندي 38% لـ 40% هي نبرة صوت، يعني حالك صباح الخير يعني هي كلها سماوية وكلها فيها رسائل إني أنا عندي فيدباك لإلك، بالنسبة لإلك أنا ما منيح بس أنا عم بعطيك إياه بضمن رسائل مبطنة. أو تكون تعابير وشي ما لم طابقة لطونة صوتي، ما لم طابقة لكلامي، فبالتالي لغة الجسد تأخذ حيز من 60 لـ 55%. فهي لغة الجسد تفضح البني آدم إلا إذا تدرب عليها طبعاً، يعني هدول المحترفين فينا نقول المحترفين كثير فينهم يضبطوا، وإنما ممكن تفلت منهم كثير إلا ما يوقع يعني. تماماً، لغة الجسد مقروءة بشكل كثير كبير أكثر من الكلمات وحتى نبرة الصوت. طيب حكينا بالأنواع، ولكن اليوم أنت خلال عملك مشوفك دائما عندك كورسات وعندك تدريب لصبايا. اليوم وقت اللي بنبلش نحن كورس لتعليم مهارات التواصل، شو هي الأساسات اللي حضرتك بتتبعيها كرمال نحن اليوم نستفيد منها نحن كأشخاص؟ نحن اليوم كتير بعملنا قد ايه مهمة هي القصة، يعني كتير مهم كتير مهم. خليني بلش بشيء اسمه اللوك العام، يعني أنا كيف بدي أروح لمكان معين لازم يكون الثياب اللي لابستها تكون مناسبه لهذا الموضوع، لانه العين هي اللي بتخليني اقول هي اللي بتحكي هي اللي بتقرا، فلازم يكون على الاقل انا رايحه لمكان يكون لبسي مناسب للمكان اللي انا قاعده فيه، زائد الانصات. يعني نحن دائما لو استمع كون مستمع جيد، مو مشان ترد، يعني هلا انا عم حكيكي مو مشان نرد على بعض ولكن لنتفهم بعض ونقدر نوصل افكار، خليني اقول انه تكملني وتكملني. فهو انا لما بانصت او بستمع جيدا انا بكون عم بستمع لافهم مو لرد. كثير مهم هذا الموضوع، والاستماع الجيد اللي بيعطيني هو بين الاصغاء والانصات. خليني اقول الاصغاء بيفترق كثير عن الانصات، والكل بفكره انه هو ذاته. الاستماع هو ادنى درجات التواصل، وأدنى درجات التواصل الاستماع، يعني أنا بقصد استمع لك ولكن عقلي مو معك، انتباهي مو معك، ماسك الموبايل وقاعدة عم اشتغل فيه، أو مثلا عيوني رايحة هون وهون ما في تواصل بصري. فهذا استماع أنا قصدي أني استمع لك ولكن نص حكيك رح يروح لك أفهم شو حكيتي، وهون أنت حطيتي حالك بمكان ما حلو أنك دائما تقولي عفوا أنا ما كنت معك، عفوا ترد تعيد الحكي، فحيعرف اللي قبالك أنه أنت مو سمعتيني، أنت ما عم تاخدي كلامي بجدية. على فكرة وخاصة الأطفال، يعني نحن دائما نتواصل مع الأطفال كمان ماما طلعي فيني وماما دائما التواصل البصري كتير مهم مع الطفل تماما، وأعطيه إنصات. هلأ إذا بدي أقول الاستماع هو أدنى درجات التواصل، خليني انتقل للإصغاء. الإصغاء هو أعلى من الاستماع، لأنه الإصغاء أني أنا عم بستمع لك بكل مشاعري بكل أفكاري بكل شيء أنا بشعر فيه وفكر فيه أنا معك، ولكن الإنصات أعلى درجة للتواصل، اللي هي اني انه اخلق بيئه داعمه للاصغاء، اني اخفض المشوشات، اني اخذك على جنب وافهم منك اكثر. فهون انا اذا فهمت هالدرجات هي انا بعرف كيف اتواصل معك بشكل كثير حلو وكثير فعال. كثير مهم كمان اني انا نادي لك باسمك لما بدي احكي معك، كثير حلو ومحبب لما بدي نادي لك يا رشا يا نعم يا نعم كذا كذا يا هايدي نحن هي الفكره كذا كذا، بتعمل تواصل حلو وبتعمل سمعه حلوه. هلا هو التواصل الفعال شو هو؟ هو انه شو عم بيحكوا عني العالم بعد ما اروح، شو عم يحكوا تماما. هي الفكره السمعه، اني انا عم بترك اثر بصمه سمعه حلوه عند الاخر، انه كيف عم بيطلعوا فيني العالم وشو فكرهم عني. فهذا هو التواصل الفعال. كثير مهم كمان قبل ما انا اني رد عليكي باي شيء وانا عم انصت لك، خليني اقول انصات، اني انا افكر شوي قبل ما اخذ اي خطوه بالرد عشان ما يصير عندي عدم ثبات انفعالي، خاصه اذا كان في عندي شويه غضب. خدي شوية تنفسي وبعدين ردي على الشخص اللي بدك تردي عليه، طبعا بآداب القياس واللباقة. طيب خلينا نحكي أكثر عن أهمية التواصل الفعال بسوق العمل. يعني اليوم بنلاقي أغلب الخريجين لما يروحوا على سوق العمل بتلاقي يعني شيء مختلف تماما رشا، ما عندهم هي المهارة يمكن بالتواصل الفعال، كيف ممكن ينموا هي المهارة اليوم؟ هلا برجع بقول هي مهارة فيني أنا أتدرب عليها، إذا أنا أخذت كورسات أو أنا إذا حضرت فيديوهات عرفت شو هي الأدوات أو قرأت كتب عن الموضوع، أكيد أنا بمتلك الأدوات ولكن ما بمتلك تطبيق هالأدوات. هي بتجي بالممارسة، لازم أنا بلش بأرض الواقع
تطبق هذا الشيء. هلا بسوق العمل كثير مهم التواصل، انا كيف بدي اقنعك بالمنتج تبعي او كيف بدي اقنعك فيني، انا جايبت لك سيره ذاتيه وبدي افوت لمقابله عمل، فكيف بدي انا اقنعك بحالي اذا انا ما عندي تواصل جيد، ما بعرف اتصل بتواصل. يعني بتلاقي معدلاتهم عاليه ما بيكون عندهم هالتواصل، بينما شخص ثاني معدله يعني قليل وبيكون خبره اكثر. هلا بنتمنى بالجامعات والمدارس تكون هي ماده من المواد التي تدرس، لانه برجع بقول لك نسبه نجاحي كانسان بالحياه 85% نسبه كثير كبيره، ونحن شفناها بدكاتره الجامعه مثلا، بيكون كثير بروفيسور رائع وعنده معلومات بتجنن، ولكن ما قدران يعمل تواصل فعال مع الطلاب، وما قدران يوصل معلومه مع انه هو كثير عبقري، وبالعكس تماما ممكن ما يكون عنده معلومات ولكن قدران يوصل ولو بدا افكار للطلاب او لسوق العمل اللي عم بياخده. فانا المنتجات اللي بدي اقولها بسوق العمل كيف بدي اقنعك فيها، فبتيجي اهميه التواصل اني انا اقنعك بفكرتي، اقنعك بحالي، اقنعك بافكاري او مشاعري، اقنعك بردات فعلي، اقنعك فيني انا اذا بدك توظفيني ولا لا، اقنعك بالمنتج اللي انا عاملته انك تقبليه ولا لا. فاهميه التواصل كثير حلوه، كمان اني انا اتعلم. نحن قلنا هلا قبل شوي انه التواصل مهم، ليش؟ لاني انا كائن فطري اجتماعي ومتعلم، انا بحاجه للتواصل لحتى اتعلم. كثير مهم كمان بالتربيه، كثير كثير مهم، يعني اكثر ما متخيلي انه هو مهم جدا اني انا اعرف اتواصل مع اطفالي، لانه انا اذا ما عرفت اتواصل مع اطفالي فانا حاخلق مراهقه متعبه كثير كثير، وبالتالي حينقطع حبل التواصل بيني وبين هالمراهق وحصير شاب وما يستفيد من خبرات امه وابوه او المربي القائم على تربيته. فكثير مهم التواصل. بعد هاي الابتسامه خلص قنعتيني. طيب خلينا نحكي اليوم عن دوركم كمدربين كوتش. اليوم حضرتك غير، يعني اليوم حضرتك بالمونتسوري، حضرتك بالتنميه البشريه. نعم. اليوم وقت اللي بيكون عندك دوره تعريفيه وحبيتي اليوم تعملي محاضره، اليوم قد ايه احنا مهم دائما نضوي على هي النقاط، وقد ايه دور اليوم المحاضرات، دور الاعلام لنعزز مفهوم التواصل بالمجتمع؟ تمام. هلا بكل دوراتنا نحن تقريبا كمعلمين او امهات او المونتيسوري اللي عم تفضلتي فيها او اي تنميه بشريه او تنميه اجتماعيه ذاتيه، خليني اقول دائما نحن بنضوي، دائما بيكون فقره كبيره عندنا من فقرات التواصل، خاصه التواصل، لانه انا ما بقدر اني انا ابني معك شيء او اعمل معك عمل او اعمل معك صداقه او زماله بدون التواصل. فكثير مهم انه نضوي على نماذج الاشخاص او انماط التفكير او انماط الشخصيات بالي. فانا نمط شخصيتي بيختلف عن نمط شخصيتك تماما، فانا لما بدي اعطي محاضره المفروض كمحاضر يكون عنده انماط شخصيات بيعرفها لحتى قدر المستطاع يقدر يغطيها كلياتها، لانه القاعه عندي مليانه مختلفه شرائح. تماما، فئات وشرائح من انماط الشخصيات وانماط التفكير، واللي بيتقبلك واللي ما بتقبلك، واللي بيحب الصوت العالي واللي بيحب الصوت الهادي، وهدول الامور والافكار اللي كثير انت بدك تعطيها ولكن بحسب نمطيته. فكثير مهم لحتى تعرفي تتواصلي بشكل فعال، كثير مهم تتعرفي على هدول الانماط لحتى تحسني تغطيهم كلياتهم وتكوني مقبوله نوعا ما. اذا كنتي مقبوله 70-80% فانت عملتي تواصل جيد بالممتاز، ولكن اذا كنتي 20-30 وطلعوا طلابك من المحاضره ما عم بيحكوا عن شخصيتك كيف عم تعطي الفكره، فانت بحاجه لمهارات تواصل اكيد. فالانماط الشخصيه اللي كنت انا مثلا بعرف هذا الشخص حسي بصري سمعي كيف ممكن انا اوصل له، مثلا مثل السمعي بحب المنطق والحجه، فانا اذا كان حديثي بدون منطق وحجه وفي بين الشرائح اللي عندي انا اكيد في سمعي، انا لسه ما تعرفت عليهم ولكن في بيناتهم سمعي، فانا بحاجه لبرهان حجه دليل. البصري بيحب انك تكوني حركاتك اكتف كثير، بحب السرعه، فانا لازم بلش اعمل السرعه شوي، احط حجه شوي، الحسي اعمل له تمارين شوي لحتى فعلا غطي هذا كلياته. كثير مهم، برجع بقول كثير مهم التواصل بس، ولكن لازم تعرفي كيف تبلشي من حالك، من نمط شخصيتك، وتعرفي شو الثغرات اللي عندك السلبيات اللي ترمميها، لانه مو معقول انا اخذ ادوات ممكن ما بتشبهني. يعني انا مثلا بحكي عادي، فاوكي لا تحكي عادي، احكي شوي سريع، طب انا بتدرب عليها، ولكن انا كانسانه ممكن اكون هاديه، فانا اذا بدي اشبه غيري فراح يصير مبتذل، راح يصير مكشوف، فقدر المستطاع اخذ هالادوات بحسب نمطية شخصيتي وبلش وظفها بحسب أنا شو بقدر أني أنا أعطي، وبالتدريب كل شيء بيجي. طيب بالنسبة للتواصل المباشر، يعني وجه لوجه، ممكن يكون أصعب أنواع التواصل، في ناس كتير ما بتعرف تعبر عن رأيها، كيف ممكن يكسروا حاجز هالخوف في حال كان عندهم لقاء أو عمل معين؟
هلا هدول الاشخاص بالذات بيقولوا تدرب قبل ما تطلع تحكي. أه. يعني تدرب على المرايه، تدرب على المرايه. هلا بيقولوا لك نحن مجانين. لا لا ليش سكر باب غرفتك حالنا يعني نحن اول تيست سوينا على المرايه نحن. كاعلام انا بعرف انه بيحكوا قبل ما يبلشوا تصوير، فعادي اني انا احكي بصوت مسموع الكلمات اللي انا بدي احكيها، لاني انا بدي امتلك مهاره، فبالتالي انا بدي تكرار وتوظيفها بكذا موقع لحتى انا امتلكها. فالفكره اني انا ممكن على مرايه، ممكن انا سجل، انا دائما بقول لطلابي سجلي فيديو لك ولا تشوفي دغري، شوفي بعد يومين لحتى تعملي فيدباك لحالك وتنقضي حالك، تعرفي وين الثغرات، وين التلعثم بكلامك، وين الوقفات الكلامية المتكررة اللي بتقوليها يعني عرفتي كيف. هدول بيعملوا عائق بالتواصل. صحيح. فأنا كتير مهم أعرف شو اللزمات بكلامي إني وقف عليها. ممكن ضل بربش عيوني، مثلا أنا كان عندي هذا الشيء إنه بعمل هذا الشيء، فأنا ضلني متيقظة لهذا الموضوع لحتى يكون في تواصل بجد فعال، ويحسن اللي قدامي ياخذ الكلمات مني وياخذها بالقصد اللي أنا بدي إياه. طيب دكتورة خلينا نروح شوي للمعوقات. أكيد بمفهوم التواصل ايضا في معوقات، ان كان من خلال الكورسات اللي عم تساويها. انا كنت اسالك عن الحضور اللي بيكون ضمن المحاضرات، حكينا انه في انماط متعدده وفي شرائح. اليوم شو اهم المعوقات اللي عم تصاد فيها ان كان مع الطلاب وان كان ضمن هذا المفهوم؟ هلا اهم المعوقات هي اني انا دائما قاطع، يعني بتلاقي الشخص ما بيعرف ايمتى يبلش يعطي رايه، ما بيعرف ايمتى يقاطع. فالمقاطعة بضمن الحديث أو ضمن أي فكرة أنا عم بعطيها، بتكوني أنت بذروة الفكرة بدك تعطيها، فبيجي الشخص بيقاطعك. هون أنا كمحاضر إلي تكنيك أنا بعرف كيف أشتغل فيه، ولكن الشخص اللي بده يقاطعك لازم مفروض يعرف إمتى يقاطع لتكفي حديثك لتكفي فكرتك، وبعدين يقاطع بطونة صوت مقبولة. هلأ بدي أقول أنه هل ترى استخدم طونة صوت مقبولة عالية ولا منخفضة؟ هي حسب الموقع. يعني بمحاضرة ممكن يكون صوتي أعلى من اللازم، بجلسة فردية مع شخصين ثلاثة ممكن يكون صوتي منخفض شوي. فالفكرة أني أنا معوقات، ممكن أنا ما عم بعمل إنصات، ممكن أنا عم بعمل بمحاضرتي في ملل، ما في تمارين، ما في كسر للروتين، فممكن يكون معوق. المعوق الأهم إذا كانت الشغلة فردية أني أنا دائماً أقول لك لا، أنقضك، لومك، يعني أنت جاية تفضفضيلي وأنا جاي أقول لك لا، أنت الحق عليكي. أنت دائماً نحن بنقول بالتواصل الفعال تعال مع الشخص اللي عم بيحكي معك، قل له ايه معك حق، يعني وافقه بس طب كلامه مو منطقي، وافقه مبدئيا، بعدين قل له شو برايك، برايك لو كنا نعمل كذا وكذا وكذا مو كان افضل؟ اذا عملنا 1 2 3 4 ممكن حصلنا على نتائج وكذا وكذا وكذا. فانا بين له هذا الموضوع، ولكن اجي معه لاسحبه لعندي. فنحن اللي بيصير معنا انه لما بنتناقش او بنعطي اي محاضره او الاتجاه المعاكس نتناقش نتقاتل، فبصير بس بده يرد. هلا انا هون بدي وقف شوي، لما بس بدي يرد بصير هون بدماغي اني انا كيف بدي اجهز الادله والبراهين و لحتى انا افهمك، لحتى انا رد عليك. ما صار انصات. ممكن انت حكيتي فكره لو انصدت الله انا هذا كلياته كبه، انا ما اشتغل فيه ابدا، ولكن انا لما عم حضر الفكره اللي بدي رد فيها عليكي انا ماني سمعانتك اصلا، ماني سمعانتك انت، او 50% ما وصلتني الفكره اللي انا هلا حكيتها. تمام. في كثير ما عم بيتناقش ويتحاور بلك انا هلا حكيتها، شو حكينا يا جماعه، هلا حكيتها الفكره، هو مو منتبه، ما له مركز لانه هو عم بيحضر الرد بدماغه. فالمهم انه كثير مهم انه انا اسمع للاخير، اخذ شويه وقت بعدين رد، هذا بيعطي ثقه. لما بتردي بثقه بتكوني مقنعه اكثر، فالشخص اللي قبالك بيحب وبيستمتع بالكلام معك. طبعا لحتى يستمتع الشخص بالكلام معك كثير مهم انك تكون في عندك مجامله بسيطه، بس بدون ابتداء، مجامله بسيطه كثير حلوه، تقدير للشخص، انك تركزي معه، ما تكوني ماسكه قلم قاعده عم تطقطقي فيه او ماسكه موبايلك. هي امهات كثير بنشوفها، ايوه وانا ماسكه الالواح الذكيه بايدي. فهذا هي معوقات كثير كبيره ممكن انا بعدها لحتى احسن اعمل التواصل فعال وجيد. يعني هون خلينا نحكي عن اهميه الانصات او الاستماع الفعال لجانب التواصل. بتلاقي كثير اشخاص يعني ما بيسمعوا، ممكن يناقشوا ينقدوا يغيروا موضوع الحديث
الحديث مباشرة. قديش مهم اليوم الانصات معنا؟ يمكن هي الثقافة لازم يمكن نميها أكثر، حتى كمان ممكن ننتبه للغات الحركات الجسد أكثر، حركات الوجه والإيدين. تمام. هلا لما تكون حركات جسدي مع صديقة غير لما تكون مع زميل بالعمل، غير لما تكون مع البوس أو المدير معي، فأنا بدي أكون حذرة بهذا الموضوع. هلا الانصات لازم يكون عندي انصات، على الأقل إصغاء، يعني إذا أنا ما عندي انصات في بيئة مشوشة، على الأقل أنا استمع لك بكل مشاعري وبكل أفكاري وكل شيء، يعني كلها خلينا أقول كل جوارحي مثل ما بيقولوا. فعن جد أنا أفهم عليك وتفهمي علي، ولو كان 60-70% هي نسبة لا بأس فيها. وإنما أنا لما بدي ما أعمل انصات ولا إصغاء، بدي أعمل بس استماع، أني قصدي اسمع لك 50% من كلامك أنا ما فهمته، فبالتالي ما عاد وصلتني الشيء اللي بدك اياه، وبالتالي انا ما عاد وصلني الشيء اللي بدي اعطيك اياه. هلا في كمان فكره كثير لازم نضوي عليها، هي الاتصال والتواصل. الاتصال بيفترق عن التواصل. التواصل هلا الكلام انا وياكي، انا عم بس انت عم تسالني انا عم برد لك، ولكن الاتصال هو فقط من جهه واحده، اني انا بلش اعطيكي افكار، بلش اعطيكي معلومات مثل التلفزيون مثل الراديو. ولكن لو كان هذا الاتصال جيد، حتلاقي عالم صاروا يتواصلوا معكم، عيدوا لنا هذا البرنامج، عيدوا لنا هذا المقدم، بيصيروا بيسألوا أسئلة. فالاتصال الجيد هو اللي بيعمل التواصل الجيد. تمام. بدنا نشكرك كثير الأستاذة مريم حاج عثمان، دكتورة بالإرشاد التربوي. يسعد صباحك. شكرا دكتورة لحضورك، إن شاء الله هيك نكون أصغينا بشكل جيد اليوم، وقدرنا ناخذ الفكرة، وتكون هيك الفقرة اليوم قدرت كل الناس اللي عم تشوفنا نستفيد منها. شكرا لحضورك.